السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. فوائد تناول الفستق يوميا وأطيب الوصفات به. تعرفوا معنا اليوم من خلال هذا المقال على فوائد تناول الفستق يوميا وأطيب الوصفات به، لا تترددوا في تحضيرها والتمتع بطعمها. يعتبر الفستق الحلبي مكون غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، لذا تناولوه بشكل منتظم فهو يساهم في دعم فقدان الوزن ويعمل على تعزيز صحة الأمعاء والتحكم في نسبة السكر في الدم وصحة القلب، كما أنه متعدد الاستخدامات ويمكن الاستمتاع به في العديد من الوصفات. فوائد صحية اكتشفوها. يعد غني بالعناصر الغذائية الفستق مغذي للغاية، وكل 28 غرام منه يحتوي العناصر الغذائية التالية: السعرات الحرارية 159، الكربوهيدرات 8 جرام، الألياف 3 جرام، البروتين 6 جرام، الدهون 13 جرام، البوتاسيوم 6% من القيمة اليومية، الفسفور 11% من القيمة اليومية، فيتامين بي 6.28% من القيمة اليومية، الثيمان 21% من القيمة اليومية، النحاس 41% من القيمة اليومية، المنغنيز 15% من القيمة اليومية. يعتبر غني بمضادات الأكسدة. تعتبر مضادات الأكسدة ضرورية للصحة، فهي تمنع تلف الخلايا وتؤدي دورا رئيسيا في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض. أما الفستق فيعد مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة، لذا ينصح بتناوله بشكل يومي. لا يضم سعرات حرارية عالية، ولكنه غني بالبروتين، في حين أن تناول المكسرات له العديد من الفوائد الصحية، إلى أنه عادة ما يكون غنيا بالسعرات الحرارية. ولكن الفستق يعد من بين أقل المكسرات التي تحتوي سعرات حرارية عالية، فكل 28 غرام من الفستق يضم 159 سعرة حرارية مقارنة ب 185 سعرة حرارية في الجوز و 196 سعرة حرارية في البقان. ونظرا لأن البروتين بشكل حوالي 14% من محتواه، فإن الفستق يحتل المرتبة الثانية بعد اللوز عندما يتعلق الأمر بمحتوى البروتين. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الفستق غني بالأحماض الأمينية الأساسية، وهي أحماض يجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي لأن الجسم غير قادر على إنتاجها، يساهم في خسارة الوزن. تعتبر المكسرات من أكثر الأطعمة الصديقة لفقدان الوزن، خصوصا الفستق، فهو يعتبر غني بالألياف والبروتين، مما يزيد من الشعور بالامتلاء ويساعد على تناول كميات أقل من الطعام. يعزز بكتيريا الأمعاء الصحيحة. يعزز بكتيريا الأمعاء الصحية. الفستق غني بالألياف، بالتالي تتحرك الألياف عبر الجهاز الهضمي في الغالب غير مهضومة، ويتم هضم بعض أنواع الألياف بواسطة البكتيريا الجيدة في الأمعاء، والتي تعمل كبريبيكوتيك، ثم تقوم بكتيريا الأمعاء بتخمير الألياف وتحويلها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي والسرطان وأمراض القلب. يقلل نسبة الكوليسترول وضغط الدم في الجسم. يمكن أن يخفض الفستق الكوليسترول في الدم ويحسن ضغط الدم، وبالتالي هو يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهذا ما أكدته بعض الدراسات، لذا ينصح باستهلاكه بانتظام. يعزز صحة الأوعية الدموية. يعتبر الخلل الوظيفي الباطني عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، بالتالي يعتبر هذا الخلل هو المسؤول عن تقليل توسع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وزيادة ضغط الدم. ومن المؤكد أن المكسرات وأبرزها الفستق يمكنها أن تؤدي دورا أساسيا في تعزيز صحة الأوعية الدموية. يساهم في خفض نسبة السكر في الدم، رغم وجود نسبة كربوهيدرات أعلى من معظم المكسرات، إلا أن للفستق مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم
بالتالي أكدت دراسات عديدة أن الفستق يمكن أن يقلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم ويحسن مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بدأ السكري من النوع الثاني. وصفات مكونها الرئيسي للفستق الحلبي: إليكم وصفة من وصفات الفستق الحلبي. تحضر هذه الزبدة من الفستق الحلبي الذي يتم تحميصه وطحنه حتى يتحول إلى عجينة ناعمة. تتميز زبدة الفستق الحلبي بنكهتها الغنية والفريدة وقوامها الكريمي، مما يجعلها مكونا مثاليا في العديد من الوصفات الحلويات. مفروكة الفستق الحلبي: تعتبر مفروكة الفستق الحلبي من الحلويات التقليدية في المنطقة العربية، بحيث تحظى بشهرة واسعة نظرا لنكهتها الفريدة والمميزة، وهي تعد مصدرا مهما للعناصر الغذائية والفيتامينات. كيك الفستق الحلبي: لا تفوت تجربة هذه الوصفة المميزة، فكيك الفستق الحلبي يعد من أشهى أنواع الحلويات التي تتميز بطعم رائع. إليكم خطوات التحضير البسيطة والمكونات المطلوبة، فلا تتأخروا وتذوقوا طعم لا يقاوم.